صباح جديد يجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبقبلها المخلصين في كل مكان. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا نهله وصباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهارده عندنا فقرتين في مصر جميله والاثنين بيتكلموا عن السياحه، واعتقد انه المرحله اللي جايه وخاصه يمكن هنشهد ده بشكل قوي جدا مع مجموعه المشروعات السياحيه اللي افتتحها السيد الرئيس، ومع كمان فكره انه عندنا مهرجانات والعديد من المهرجانات والفعاليات على ارض مصر، وعندنا كمان من المهتمين يا نهله بالمبادرات السياحيه دي. مهمه قوي ان احنا كمواطنين نهتم بانه يكون عندنا تسويق لبلدنا من خلال مواقع السوشيال ميديا، من خلال اعمالنا، من خلال الموبايل اللي في ايدينا اللي فيه الكاميرا. لو احنا ماشيين في اي مكان وبنصور اي حاجه عجبتنا ورفعناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ده في حد ذاته ترويج سياحي قوي جدا. النهارده هنتكلم عن ايه؟ احنا عندنا النهارده كلام عن السياحه طارق، خاصه ان بكره من 16 ل 22 بيقام مهرجان السياحه الفيلم الافريقي في مدينه الاقصر، وهو مهرجان فني سياحي لانه بيقام في مدينه مليئه بالاثار. اعتاد السياح ان هم يزوروها علشان يستمتعوا بالسياحه الثقافيه، وهم بيستمتعوا بالسياحه الثقافيه الممثله في الاثار هيستمتعوا ايضا بنوع اخر من السياحه الثقافيه، هي السياحه الفنيه ممثله في عدد كبير جدا من الافلام الافريقيه المشاركه من حوالي 33 دوله الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركات أخرى من خارج القارة الإفريقية. المهرجان ده بيجمع عدد كبير جدا من النقاد وعدد كبير جدا من الفنانين اللي هيقوموا بالتحكيم لحوالي 110 فيلم داخل المسابقات الرسمية للمهرجان، وإن شاء الله يعمل زخم وحالة جميلة يا طارق في الأقصر السنة دي. والمهرجانات دي بتبقى فرصة أكتر من رائعة لالتقاء الثقافات والعلاقات المتعددة ما بين الدول بعضها ببعض، وان احنا كمان بنقدر نلقي الضوء على بلدنا الحبيبه مصر، ونوصل مجموعه من الرسائل المهمه جدا لكل انحاء العالم كله، انه هذا الوطن وهذه الارض هي ارض الامن والامان، وكل العالم بيبقى موجود فيها. واعتقد كمان انه مش هنقدر يعني لا احنا ولا التاريخ يقدر يغفل دور مصر في اطلاق الفنون والقوى الناعمه بتاعتنا اللي يمكن غزت العالم كله بثقافة المصري الأصيل. النهاردة كمان معايا مجموعة من الشباب الحقيقة، وثلاث شباب دول بقى يعني إيه مش بيتكلموا، دول عملوا بالفعل وابتدوا إن هم يفكروا إزاي ينشطوا السياحة. في منهم اللي كان بيقوم بعملية التصوير الفوتوغرافي وينشر هذه الصور وأخذ أحسن جوائز على المستوى الدولي. في منهم كمان اللي ابتدى يروح ويكتشف أماكن سياحية ويتفرج عليها ويقول إن الأماكن دي ناس كتير ما تعرفهاش، الاماكن دي ما اتزرتش بقالها فتره، الاماكن دي احنا عايزين نشوف نعمل لها ازاي حشد جماهيري وازاي يكون في زوار في هذه المناطق. السياحه الرياضيه، احنا بنتمتع بجو، بنتمتع بارض، بنتمتع بكافه السياحات الرياضيه عندنا هنا موجوده تنفع في هذا الوطن. كل ده هنلقي الضوء عليه النهارده في مصر جميله مع ضيوفنا. هيكون معانا الاستاذ محمود ابو الوفا، وهنتكلم معاه عن السياحة الرياضية، وهنتكلم كمان مع الأستاذ أحمد يسري على اكتشافه لهذه الأماكن وتسليط الضوء عليها، وهنتكلم كمان مع الأستاذ طارق حسين الحائز على جوائز دولية لتصوير الأماكن السياحية المصرية. ده كله هيكون مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله في مصر جميلة. بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم وأولى فقراتنا.